بؤرة الفراولة تسجل 457 إصابة وحظر للتجوال في لالة ميمونة. قبل أن نبدأ المقطع، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا بحول الله. كما كان متوقعا، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة تسجيل حصيلة ثقيلة في بؤر معامل الفراولة بدائرة لالة ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة. وكشفت وزارة الصحة أنه من أصل 529 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. سجلت جهة الرباط سلة القنيطرة 457 إصابة جديدة جميعها في بؤرة الفراولة بدائرة لالة ميمونة، علما أن السلطات الصحية تترقب نتائج مئات التحاليل المرتبطة بالبؤر الوبائية نفسها. وتتوزع باقي الإصابات على جهتي مراكش أسفي ب 29 حالة، ثم 27 حالة في طنجة تطوان الحسيمة، و 13 إصابة كل من مدينة الدار البيضاء سطات فاس مكناس. وارتفع عدد الحالات النشيطة إلى 1200 حالة قيد العلاج، من 10 حالات توجد في وضعية صعبة، 4 بجهة الدار البيضاء سطات، و 5 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالة واحدة فقط بجهة مراكش أسفي. وزارة الصحة أكدت أن الحالات المسجلة في بؤر الفراولة بوسط مهني كانت بدون أعراض مرضية، وفيما يشبه تحميل المسؤولية لأصحاب معامل وضعيات الفراولة. دعت وزارة الصحة إلى في التصريح الصحفي اليوم إلى احترام تدابير السلامة الصحية والوقائية الصحية في أماكن العمل واتباع تعليماتها في هذا الصدد. وشددت وزارة الصحة على ضرورة ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية داخل أماكن العمل، والحرص على نظافة اليد باستمرار، وتوفير المطهرات، واحترام مسافة الأمان بين العمال والعاملات، والتباعد الجسدي خلال ورشة العمل وداخل المكاتب، بالإضافة إلى التهوية الطبيعية لأماكن العمل بطبيعة الحال. وأكدت وزارة الصحة مسؤولية المشغلين في توعية العاملين بالمخاطر المرتبطة بفيروس كورونا. وأفادت مصادر من المكان بأن السلطات المحلية أقدمت على اتخاذ حظر شامل للتجوال وإغلاق جميع المحلات التجارية إلى أسعار آخر بدائرة لالة ميمونة بعد انفجار كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 529 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 9613 حالة في المملكة المغربية. للإشارة مرة أخرى، فجماعة لالة ميمونة كتكون بالقريب منها كاين جامعة الشفاء دار الحراق، وهي كل أماكن فيها معامل للفراولة. هاد العمال يوجد عمال من مدينة السوق الأربعاء، القصر الكبير، عرائش، العوامرة والمناطق المحيطة بها، ليست لالة ميمونة وحدها فقط. هناك عمال من عدة مناطق كيتكونوا ولا كيعملوا في هاد المعامل. نتمنى الشفاء للجميع، ونتمنى الحيطة والحذر كذلك مرة أخرى للعمال بسبب هذا الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتباعد، بالإضافة إلى التنظيف والمطهرات في كل الأماكن المحيطة وداخل العمل. شكرا لكم جزيلا، ونلتقي في فيديو آخر بحول الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.